بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكي أفرتني تضواد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين قصوا جري بر الوالدين وصلة الأرحام، والد كان باري الله النقضاء الله بالرسامة الله حسان فلو قرابة حقالة أهل كان لحجر شو. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الروح الشعل أن يبسط إن لو فديه الله واسع له أسقى في رزق إرساق ديسي عرف كيسة، وينسى له لو دبلغه في أثر عمر كيسان لو دبلغ دوني، فليصلها حرية رحمه رحم كيسية قرابضها حرير شو. متفق عليه. من أحب الروح الشعيل الدنين أن يبسط له في رزقه ساقد الله واسعي اللقو عريدين الدويد الله فوضي وينسى أي ويؤجل وينسى له لو تبلغه في أثر أي في أجله وعمره عمرك عمرك يسي يهاتك سننك يردون أن لو تبلغه الله فاسعينا فليصل رحمه الله بدا أرمانك الربع عمر الدير إيه عالف بدنه واسع عديدي أهين إرساقات واسعة ها حجر شو قرابة ديسي أهل كيسة. متفق عليه. معناه حديث كنت المامة يو أحاديث بدن باكو تيمت سيدة حديث كما صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة للأثر أهل كيسة قرابة ولا حجر شو أهل كي يقدد كأسكوش على هذا ودر نشاء أسكوش على هذا حولها إيه بركيسة وبديسة عمرك يرات كان دب يودكتا يا حديث كي صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ويدفعان ميتة السوء قرابة الله حرير شو يدرس وناقو يا دقن كوناكسن يا طبيعة وناكسن قريها يبوحشان ويعمران عمري أنا وكرديان سحن قد ما شذر ويكا إلى ليا سحن قد ما شذر يناد ملحن كوب بحضه إلا جري ذاك لو ناسون جري جبيد بشرتة مرك معنا وحديث كنت الماما ينتاسه ومعنا ينسى له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره وحلو دبلي يا أجش يسي عمري يسي حديث كان مرك تأويلات بدن باكو جرى ما دام ظاهر كسؤال مودون وكور إيماني قواعد إسلام كفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أحدكم هذه أجيش يسيع عمر يسود لما هذا سكن إلى الحد دبلوما دقا هيا قرآن كي سنة كسور نقضي حديث كان وحوة المام يا هذه الرحم كذا حرير سوء إرساقتنا والغو واسعين عمرنا والغو ديريني مركز سيسو كين إيسا مرك دور تأويل باشر تو حديثك أي كفزر علماء سي أوافقيان قواعد القرآن والسنة النبوية معناها كوبد وحوي تفسير كوبد إلا إذا هذا عمرك القرآن بالله بقي بوده إلهي سبحانه وتعالى سوى حقوقه وحسك بدلها يا متشر إلهي سبحانه وتعالى حلي قدمنا يسوع نفتك أبو حيسوع أنت تقال يسوع قرآن تيوهر أنا لدميي جرت به الأغلاب وحس كبدل أي مشروع لكن كتبتي يا صحفتي يا الواحدة يا ملائكته هيا أي وحا وقرن مثل الهبل هدو حرير يا قرابدو نين رحم وناكسن ونغضو هلب وناكسن عمري جيسا هلغادو غو لحدان سنة هجار هدو قرابة جيس نغضو أفرتنا كل لقمضو صدر لباتن يشن شن يطبر باكو قرن إذن ملائكته ويرقتها وحوق رأيها الشرط قاسة دو قرابة يرحمك حريشانا كسيديتا بها قارو يا عمري يسوي هدو سن قرابة حريشان عمري يسوي الله واثاني صدن بكل لقمانية لكن اللوين سبحانه وتعالى وأقياي إن القرابة حريشان يسينا تقوين يسوي أقيا ميالب حلي قادم أنه والله وأقياي مرهر وأقا وأن أقيا ساس وحسك بدلي متشر لكن أحد ك حكتو ذي اسبدلي سوا ملائكتي هيس الشرطيقة هدو سيدا ييلا نهوشيسو سيدا هنقوتو هدو ييلي وايا نهوشيسو سيدا كلا هنقوتو
إذن تأويل كاسي وإذا دكوف السرة وحين وافجين آيات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هل كاسي وإذا دها الله مري ورأي اللو بدنيا رأي اللو بدنيا يقول تفسير كاللباط وحون غريا وإلي علبض وحاوي عمر اللي كرنا يمتشره علف هو لغو كرن إرساقه هو لغو كرن لكن عمره اسمه بدلي لكن هذا قرابة حريسه عمري قادي قوناب الله هو بركيني وقت بركيسا عمري بركيسا وعبادة عمل صالحة وحوي أن كفى إذا ستبر ربك هكذا دقية من سيدي تنجيرة وعمري سكفى إيسان باجرة لما تنجير إلهي عمري سوء بركي باجرة إذن والبركة وحلقها الله من أحب أن يبسط الله في رزقه وينسى الله في أثره ومحي عمري سال الله بركي وأسوق أفر تنجيرة أيو حال مؤسسة سدو وحق بصدي القرآن كأبرتي الدين كالأبرتي قرابة وحول شيء إلهي هوش أوجها جاجة إنه بقول شريعة بقول سنة إنه لاب وحلا قبض لي هاي حاجة وحقبت كيس الدين هذه آخره بقول شرب ولا توي هاي عمر قال لغو بركي ضل قرابة حيدس وحولها لغو بركي والدنيا ضل لغو بركي ورهرك لغو بركي وحول ببركوبي هذا الحيدين ويدانا بركة الله قاضية هذا هذا عمر الدير يا عمر قال بركة لا أنا قنية مركب مسألة ومسألة البركة هي خير إلى ينو قليه الدنيا البركة يقود دعائي بنك هو ما دعانا ولا دنا سيدا سيدا هذه كعب بن زهير أما زهير بن سلمة لبض والله ترياي والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر ساسو أورنشري أنت أضنوض شاي وحاو يدري هون بعد كقصف عن عمرنا مرة ما أنا إلى أجشادي أي دماته تأويل كصدى هذا وصنع قيمها بدون وحاو وحيليه وحاو ننك قرابة سحريرية رحمك حريرية مالك الله بركينية رحمك اللبتر كيسيبا دعاء كإيمان واحتربا كإيمان أيوه اللفتر كودو وحبي كتريان خير مرك إس كاشدو إس عاويو الشركة دانا النقون إسان بانك حولا دي باك بركوبية حولونا إلا بحشي كبركوبان أهلك وحبا كإيمانية دعاء كإيمانيسة نعفي با كإيمان أدونا الله كبركين حقا صوما أجشي عمرك وحبا إسك بدل ما هي وينسى الله في آثارهم دقوا ناكسانهم مقعبت كتكيساو رات كذيبا نقوى إن شنب قول أو السنو أيام مقع عادية هذا القدر اللي هينية هبل نين كان إن هبل وي أوغي وديك دالي هبل أها وحو أها انت سقراب اسكو هاي رير رمب اسكو هاي دكتا وناكسان با صومالي كود حقالي وأهلك كود قلي وحيالة كود قلي دنوال بره أبتير ري أضوح حدد وحور رمبا مقع عاونا كسن واجعل اللسان صدق في الآخرين مرها الضاد مركا مقع عادي او تاغنيها يدكت هذه السماء سماء اي سعوتو وحي كدق انت انا اضنوش هايبا انا اضن ديمان نمبا انا تشوك تبا صدر تيدق فهم ددك قاركود مركا يوالد كو دنتو اما اضيق كو دنتو اما هو يدما تحالو رانا يا ريركا دن هبل با اسكو هيا مانتا دميشا كبحو هي ريركا لما هيو وحان كسو دبقلي جرون سو رعي هبل هبل هذول انت بس هذا علم هبل اسمها انه ورنا يا دد قال ورنا يا اذا دكتا وراكسني مغا وناكسه تاغنانا الى قيام الساعه اي لغا شيكن هي لبونا غادي دقن ونا غادي قرب خيدس غادي ايا لو جيدا وينسى ينسى له في اثري اثارتنا ومدا يا مغا دكتا وناكسن نينك رغانا مالكي سو نولد مغعي سو نولد با ليدا مغعور وا مهم إن مقعي الشرف لغو فسره إن بركة لغو فسره إن لغو فسره إسبدلك ما في علم الله إيه وما في علم الملائكة صدح ذا تأويل بعضو عن سن كوران لو بدن يهي كرحانا علي إلى قيمة بدن وحديثنا أي تلمامة ينو حق بركة حق بركة حديث بدن بانا تلمامة مركة مهمده وحاوي هل كاسي هاوشو قاعد سنتي أهلك يرحمك وحيدنا والبوحو أبوده ها حريريو وعنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة الأنصاري وحوءها أكثر الأنصاري بالمدينة مدينة أنصارت جوك تمتك أبضا مالا حق مالك أو من نخل تمرأة مالك با من نخل انتو لغبا يعني لغو عدي حق تمرت بيرها تمرت أنك أتمر بضنبوها أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
وكان أحب أمواله إليه حوله سمد كلوغو جعل يهينا وحو أها بيرحاء بيرتا ليدادو بيرتاس وحوله سي هانتي سوغو جعل بيرها أه وكان وحي أهيد بيرحاء مستقبلة القبلة قبلة عفوا مستقبلة المسجد مسجد كي كسور جيد مسجد قبلة ديسا أي كتالي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحو أها يدخلها كي قلواني قصوم الرحديث كسوغو دير نبي قال جري ويشرب وكعب جري من ماء بيو فيها طيب بيو وناكسن وكويا اللي الدردر وكتا اللي والنبي وكعب جري وكوقب يسنجر كوي يسنجري فلما نزلت هذه الآية آية مركي سودكتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناك يسمى قاري ميسان أما شنا قلي ميسان برقا كاتقانين وبرقا إحسان كي وناك نوالو قفصيري شنا نوالو قفصيري شنا مهي ليسان حتى تنفقوا إلى أد بحسان مما تحبون أي من بعد ما تحبون وحد تعيشين وهانتيا بركيد لاد بحسان كان مقل إيسان قام أبو طلحة الأنصاري بإستاغي إلى رسول الله وإن نقل سوش يقني نبي خطبين يوم منبر كسارا أي نبي آيات دا أخرية كدبنا أسنا وإستاغي أبو طلحة إسلام مركي وقام بوقاتي رسول كلا حق يسو إستاغي فقال وحولي يا رسول الله رسول كلا هيو إن الله تبارك وتعالى يقول إلهي وحولي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان حب مالي هانتي ذا يمتك لوغو جعل الي حق يغنا بيرحا اوي بيرت ليدادو اي تمرتاس وانها صدقه لله سبحانه وتعالى وانا اله درتي بان ابخيي ارجو وحان رجينيا برها سمهيدا اي ودو قرها كيد كدان رجينيا عند الله اله سبحانه وتعالى اكتيسان كرجينيا اني اخر اي ادو ان اخر وبخصدو ايان ادونك كدورتي فضعها يا رسول الله رسولك له كبح بيرتا أيضا حيث أراك الله ماشي إلهي قدسك لقمناته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال ذلك مال رابح الله أكبر وكلوه واحد أبكتو بخ توا والله أكبر إيه ووقر إيه أبشر إيه خير إيه واحد أتلادان وكلوه إيه وإري مركوح لوبك الله استعماله وإيه ذلك مثل أصيغة صادية شيء حولها بحساب بيروحاء مال رابح ومال فائدي أو كردي أو كوص عن ذلك مال رابح ذلك مال رابح فما ربح تجارة ما دي منافقين قال لغيري روح مسلم إلى درتي وحب شمال كيسو وربح يا وفائدي إلى تضوب قولو شربا لو الله بيا ولا كردنا يا وقد سمعت وان مقلي بصوبان ما قلت وحاتلنا وان مقلي اتري وصدقي النبي الله وعضو قيب أو مامل وإني أرى أرون وحان إلقوا من هذا محمد عليه الصلاة والسلام أن تجعلها بيرت إنها تشوف كبحيسو في الأقربين السكية قد كان قرابة هذا كبحي هذا قيبي هذا لدى الإسكوع العلم يا أبو طلحة النبي كسو ورشي وإن قصوم النبي الواكا قدوني هذا أنا كسو علي هذا قيبي فقال أبو طلحة الأنصاري وحوري أفعل يا رسول الله رسولك له وإيالي يا سيدة أتكت ليس فقسمها أبو طلحة قيبية بيرتي في أقاربه بكو قيبية سكيه سي حقال ذي سي يو بني عمي المادرتي متفق عليه وسبق وصهر مرو يقول نو بيان ألفاظ حديث كوريه سئن لعضي في باب الإنفاق مما يحب باب كاسين كسوا من ري وأنك سوا من ري دادكو سيئين كمينة حسان بن ثابت إيو أبي بن كعب نناء يلا بكلا ترسنيين نناء يتدبا أو كلا ترسنيين ساسو كل ما يواجه دمنا بيرت حس قيبت حساوكي معوكي بسدي مركو خليفة النقضي محل شايد كم مركو كان إمامك وحوي بيرت دنايد هنتي أبو طلحة الأنصاري أو قيمة بدني نبي مركو لوسو ورجي ملك لما آذن وحور قرابة هذا رحم كذا أهل كذا كقيبي كبحي مركو واصلة الأرحام مهاجرين يا أنصار كلو يا فقراء ذي يا أصحاب الصفة منا النبي الله سيمدي وحول بيرتاني كوب حماش أو قيم ضم وينات كوب حسو ضدك حجالة هاي الرحم كأ مرك الرحم كأ القاس وشرع لك الشجاوي وعن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنهما قال الصحابي وحوله أقبل رجل وفي رواية رجل شاب أقبل رجل شاب إن لن يرى سوقا بلا صور دقائق سوء هذا إلى نبي الله نبي محمد حقيقة قصة وحديث كل هايو نين لو رنجر النعيم مولى أبي أم سلمة يا حور وحان راعي شام وحان كر راعي عبد الله بن عم نعاس وحجينية
markaan maka yimidna dhexdooda marin oo weli maka aanan gaarin ayuu safarkii kolonyadii la socotay joojiyey. Geedii buu saa u firshay, xagguu fiiriyey, geed buu marka isha ku muday, geedkii buu xaggiisa aadoo hoos fadhiistay ku nastay. Geedkii markuu fadhiistay inuu wax raadinaya waan dareenna, uu geed meelahan uu ku ogaa uu tilmaansanayo. Geedku markuu hoos fadhiistay oo cabaar u fadhiyey buu yidhi, ma idiin sheegaa geedkan hoostiisa wixii ka dhacay? Haa baa la yidhi, annagoo maalin nabiga la socono halkan marayno, nabiguna geedkan uu hoos fadhiyo, ayaa goshaas nin dhallinyaro xooggan baa ka soo baxay buu yidhi. Si u soo socday, nabigu soo dul istaagay, nabigu salaamay, kadibna wuxuu nabi, allow, waxaan rabaa inaan ku raacoon jihaadka ka qayb qaatoonan kaa hadhin. Hooyada iyo aabbaha ma nool yihiin? Mise waa mootan yihiin? Waa nool yihiin, waaba nool yihiin, oo weliba waxaan ka soo tegay ayagoo ooyahayo oo barooranayo oo noo joog leh ayaan ka soo dhaqaaqo xaggaada soo aaday. Waana muslimiin buu, aniguna muslim baana. Marka jihaadkan ka qayb qaadanaya, hijradan iyo howlahan nabigu waa celiyey. Xadiidkan buu marka sheegay, qisada ku keenay xadiidkan. Geedkan hoosta nabigu ku sheegay, nin la yaro xooggan baa goshaha ka soo baxay, geedkii buu kaga sheekeeyey. Marka qisadaas xadiid ku lahaa, oo xadiid aad u qiimo badan wey. Aqbala rajulu shaabun, nin dhallinyaro ay xooggan baa wuxuu ka soo qaabilo soo aaday ilaa nabiyullaah, nabi maxamed buu soo aaday oo geed hoos fadhiyey, u dhexeeya maka iyo madiina ku dhex yaalay, dhexdooda ku yaalay. Fa qaala, ninkii wuxuu yidhi, ubaayicuka nabi allow, waxaan kugula ballamayaa oon cahdi kugula gelayaa, cala alhijrati, ilaahay dartii in loo hijrado, laga tago awtaanti iyo beledkii iyo ahalkaadii laga fogaado, iyo waljihaadi, jidka ilaahay lagu dagaalamo. Abtaqi alajra, ajr baanan ka doonahayaa min allahi subxaanahu wa tacaala, bidalika ay bilhijrati iyo waljihaad. Qaala subhanahu wuxuu yihi, fahal laka min waalidayka axadun xay, labadii waalid oo ku dhashay wax nool ma jiraa. Fahal laka min waalidayka axadun xay, labadii ku dhashay wax nool ma jira, hooyo iyo aabba waxma nool yihiin. Qaala wuxuu yihi saxaabigii, nacam nabi allow, bal kilaahuma, labadii waa nool, mid ma ahee nabi allow, labadii waa nool yihiin. Riwaaya xadiidku leeyahay waa aniga soo tilmaanay, wataraktu abawaya yabkiyaani, iyagoo ooyo waa nabi allow ka soo tago barooranha noo joog leh. Qaala subhanahu wuxuu yihi fatabtaqi alajra min allah, labadii waalidna waa nool yihiin, warka waan garan ilaahina ajir iyo khayr bad ka doonaysa soo ma aha. Qaala nacam, haa buu. Qaala subxuuri farjic ilaa waalidayka, ilaa waalidayka, labadi waalida ku dhashay ku laabo. Fa axsin suxbatahumaa, wanaaji la dhaqankooda iyo daryeelkooda wanaaji. Soo janna iyo khayr ma rabti, ajiraa ku noqo labadi waalida ku dhashay, ayaga daryeelkooda iyo ka warqabkooda wanaaji iyo suxbadooda. Muttafaqun calayhi, wa hada lafdu muslim, waa lafdikana lafdigaanu sheegnay waa kii muslim. Wa fii riwaayatin lahumaa, riwaaya bukhaari iyo muslim ay wada leeyihin, waxaa ku yimid jaa'a rajulun ila nabiy, ila nabiy baa saxiixka ku jirta. Bukhaari iyo muslim ba halkaan riwaayadan ila nabiy baa ku jirta, laakiin nawi wuxuu iskaga gooyey ikhtisaaran, nawi baa ku tasarufay ikhtisaaran. Oo ilay horeyna ku soo maray aqbala rajulun ila nabiyillah, laakiin markaas riwaayada dhaftaa dhamaystirto jaa'a rajulun ila nabiy, nin baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, fasta'adanahu fi ljihaad, jihaad buu idan weydiisto nabi allow inaan kula jihaado oon ku raacaan rabaa ee i idan. Fa qaala subhanahu wuxuu yihi axayun waalidaaka, labada ku dhashay ma nool yihiin? Qaala nacam buu yidhi, haa nabi allow. Fa qaala subhanahu wuxuu yihi fafiihimaa, ay fi ixsaani suxbati ilayhimaa fajaahid, ku halgan. Fafiihimaa ay fi birihimaa fi lixsaani ilayhimaa fajaahid, ku halgan baa leeyahy. Inaad iyaga u ixsaan fasho, ood wanaajiso, ood dar yeeshood ka warqabto, ku halgan, oo naftada kula dagaalan. Naftada jihaad u baahan, ayagaa dar yeelo, ayagaa maxaan ku idhaahdaa ka warqab, oo ayaga khayr iyo janna ka raadi. Ajirkii iyo thawaabkaad ka raadinaysa jihaadkii hijrada, halkan uu ku jiray ka raadsaan la yidhi. Riwaayada axmed baa dhamaystirta, fawallaa raajican min xaytu jaa, fawallaa raajican min xaytu jaa, bartuu ka soo baxay buu ku laabtay, oo reerkii iyo hooyadii iyo aabihii buu aaday. Marka waalidka in loo xisaanfalo, loo birisameeyo, la daryo, laga warqabayo, xadiidku aad iyo aad u xoojinayaa, iyo xadiidku aad iyo aad u xoojinayaa. Waalidka marka jihaadka hijradaba laga idan qaadanayo waa waalidka muslimka, bitifaaqi alfuqahaa, waalidka muslimka
weey waalidka jihaadka iyo hijrada laga idan qaadanayo. waxaa kuu soo hadhay marka jihaadka lafturkiisu waa laba qaybood. hadduu jihaadku markaa fardu kifaaye yahay oo muslimiintu duula hayaan oo dalkoodu nabad u yahay oo wadan laga haysa uusan jirin, ayaguna ay gaala halabsanayaan, marka ayada ah ninkii duulaya baxaya waalidkii uu nool yahay waxaa sharda inuu ka idan qaato labadii waalid ee dhashay. shuruudul jihaad markuu yahay fardu kifaayaha waa inaga soo maray sagaal shardi buu leeyahay ama lixba marka laisku ururiyo. hadduu yahay fardu caynna wax loo shardiyo oon ka ahayn inaad dagaalami karto muslimina tahay waxaan ka ahayn ma jiro. marka midkan jihaadkan isaga nabigu uu ka reebay saxaabigaani waa kii ahaa fardu kifaayaha wey, kii qaswiga ahaa wey. taasi waa mas'alo. mas'alada saddexaad ee meesha ku jirta hijrada la sheegay. marka diinkaada aad u cabsato ee lagugu dulmahayo eedan xor u ahayn, waalid waa laga tegiy, waa laga hijroon, la weydiin mahaya idan biitifaaq alculamaa. walidaalika ayay saxaabadu waalidiintood ka hijroodeen oo imaka ka carran oo aadeen madiino, nin walba isagoo waalidkii iyo hooyadii ay joogto mako ay badankood ay fadhiyeen. hijradu marka marna waa mustaxab marna waa waajib. markay waajibto waxa weeye waalid idan la weydiin maayo, wuxuu la mid yahay kaljihaadi almutacayin, jihaadkii farducaynta noqday buu la mid yahay. marka masaa'ilku waa sidaa. muhiimadduna waxa weeye shaygii u qiimo badnaa bacda alimaani billaah oo jihaadka ahaa ayuu hadda nabigu ku hormariyey waalidka in loo ixsaanfalo, biri iyo ixsaan loo sameeyo. marka aad waa in loogu dadaalo waalidka hawlihiisa. wacanhu can abi hurayrata cafwan wacanhu can cabdillahi bni camrin radia allahu tacaala canhuma can nabi sal slam qaala subanu wuxuu yidhi laysa alwaasilu laysa alwaasil ay alwaasilu alkaamil, ninka qaraabo xidhiidhiyaha ma aha baa le, qaraabo xidhiidhiya ma aha iyo rixmi xidhiidhiya ma aha, bilmukaafi midka wax kala guta ee abaal un guda keliya, bilmukaafi alladii yukaafiu man wasalahu aw waasalahu, midka u abaal guda ee ciddi xidhiidhisun xidhiidhisa ciddi guysuna guysa kaa qaraabo xidhiidhiya ma aha. laysa alwaasilu liraximi birajuli lmukaafi, midka abaal guda qandi baa la siiya qandi baa bixinaya, dhiil caana loo lisaa dhiil caanu asna lisahaya, boqol doorar baa loo soo dira asna wuu dirahaya, adakaad waa maxay inuu kala shaqey ganacsi waa naga dhexeeya markaas mooyeeni qaraabonimido tulema meesha ma ay taallo. walaakin alwaasila rixm xidhiidhyaha waxaa weeye dhabta alladii axadka idaa qatacat raximuhu hadday qaraabadiisu goyso wasalaha xidhiidhiya, ninka dhabta ee ilaahay jecel yahay rasuulku diinku ammaanaya la odhanayo waa waasilu raxim la odhanayo, ama ninka waa rixm xidhiidhiya la odhanayo, waa xigaal xidhiidhiya, waa qaraab xidhiidhiya la odhanayo, waa nin ahla la odhanayo. sharcan waxaa weeye axadka rixmkiisa iyo ahalkiisa xidhiidhisha xataa hadday gooyaanba, hadday doonaanba gooyaan oo aan waxba ku qiimaynin, ma ku wanaashiyeen mise waa ku xumeeyeen, kuma qiimaynhaye xaqa asagu alla saaray unbuu eegahayaa. muttafaqun calayh. rawahu lbukhaari, bukhaari baa wariyay xadiidka. waqatacat bifatxi alqaafi waaltaa, qatacat qaafkana waa la kor dhabahayaa buu ku yihi, daadan waa la kor dhabahayaa. waraximuhu marfuucun, waa qatacat faacilkeedu waa gudantahay sidaasuu ku yidhi. idan sidaasa la doonaya dadka waxaa la rabaa, gubanimadu ma aha inaad aan shood shood dhaafsatee, waa inaad waajibki diineed gudato ayaa la doonayaa. waajibki diineed la ku saaray dantaadii baa ku jirta, ilaahay baa kugu barakeyn aakhariya adduunba. idan waa xil diineed oo alla ku saaray inaad ilaalinaysaa rabaa inaad wixii u bixiso. mar haddaad alle xaggiisa milicsatay, aadamo waxay sameeyeen danba kama lihid, dhaqan bay u lahaayeen carabtu xataa fil jaahiliya wa fil islaam, waxba kumaysa qiimeyn jirin in la xidhiidhiyo iyagu. cid ninka riximka ka dhexeeya un bay eegayaan, waxay tari karaan bay tegi jireen. saasayna gobonimada ku jirtaa. muxuu ahaa ninka almuqanac alkindi, wa ina aladii baynii wa bayna bani abi wa bayna bani cami la mukhtalifun jidda araahum ilaa nasri bitaa'an wa inhumu dacawni ilaa nasrin ataytuhum shadda. wuxuu yihi aniga ilma adeertay iyona aabbayaashii markaan isu fiiriyey buu yihi wax noo dhexeeya aad buu kala fog yahay, aniga iyagu isku baaba ma nihin buu yihi. araahum ilaa nasri bitaa'an wa inhumu
دعوني إلى نصر أتيتهم شدا بوري هدانا نقول له بقالي إهلي يطلق يو عجيد بانكو أركبوري عجيد هيان إهل المهيا وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا بوري أنا هدي إيران ورهبلو مقنع وزويد هذا أنا الضول هيان أتقابوري أنا هدان إهلي أنا إهلي وري جرجارنا وعجيد هيا أنا هدي إيه دواقنا حتى إيه باقانا سيدي ليبكا الضول هيا بوري وإن أكلوا لحمي وفرطوا لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإنهم هووا غي هويت لهم رشدا بوري ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس الرئيس القوم من يحمل الحقد ولا قرمه قبل ديروا أطقين بدون الله جعل يهوي وحيولي هدي هليب كي يقعنانو أنيق إبري قدقانو إبابيانو إعايانو فردي فقرابي يقول بابا عشان وفرت اللحومهم هليب كوذواء دورانو لقام أكبحي كارو نينكي وحكشي ورم بايقان لكنو إبر بي قدقين برواي بابا عشان دان كماليه وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا شرفت يا مقعي دي كتنتان أنو أيقان إسابي قربان وقادا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم بوري مركان مقنا هاي بايله إذا هدي ضيعان قيل مصو حريان هوانك قيل أورت أمران قيل أمر لسان وح هدان مقنا الدم بايقا مالها عروت أي أديركو أهايين إي هوانكو نوا بايلين أيان ومركانو مقنا هاي بوري لكن أيوك مكين مقيهين أهل كوذو مدار يا من رقود إنو مقيا هاي بوري حفظت غيوبهم أنا أتاقن وإنهم هو غي هويت لهم رشدا حتى هديج على يستانو إن بحذا كتشبا أن خسارة أن رماء أن أردال نقضوا أنا وإنا يهنوا في عندهم بتش على هيبو الدين كلقب سان التوسا يعني ساس الحور ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس الرئيس القوم وفي رواية وليس كريم القوم من يحمل الحقد حور عقدة هرنا أومقا أركسدال لم بالهيبو وهر هذي حميين أما سحن إيه قالين أركتالي أتون إيه إقامين أو مقابو حالك دليبا وحل بقان دقضاء أيوه لكن أرق إيه مال باب حسيور وليس كريم القوم من يحمل الحقد أقاس بان نقون بلداتيان نقون ملاق بان نقون نبضون بان نقون رير بان أضي أن نقون إيه عقدة اسمه كينام وحلقوا باب أي وحاس وحال الربا كيكو حميي يكيكو وناشي انا اسكسؤال رقانتو ما دام الجوبني ما اتكحي جيسو وقاسني وحوي الرئيس القوم ما هابو نن عقد الله ما من نغنكرو ادل لكن عقد الله ينغش دان طيبا القاسي باشو ايسرت انو كبحضا حديث كنا بيوكا الله يبقى نقما هيا المقنع وحلوه بحيا المقنع لكن دي نين انتو بن ادم قروحسن يا قروحسن بوها انتو نين رقا ديري هنا وار ديرا سيدي ويل لو أبحي هذو مركا ونقول إيش ونقول أبلي هذو مركا وأفدو بنشري لا بد أن يدود كريا يوم موتشري هقول بي إلى ملح إلى جرك إسكو ملقي شري إن ده بس اللي جارك المقنع أساس اللي هو بحيي محمد عمير بقى اللي هذا مج عيسى الكندي وحلو بحيي مركا هدو وجهك فايده قروح ديسة يسور رب وأبو ريم من ملك باع انت اللي يلي هذا البلد توري جري قلب كاسو غانا يسنبو صغن نقون حالك سكسومت توسة هاي واجد دمانين حكيمة حكولت لي وحد يلي سيدا هوان كون شريرو وجهك هذا يان لأركين إيه قرك هذا إيه همال كذا انه هنا بنا دان هاركين هبين كي مرفو قبل كارد عمبو اسكفو وجهك سبنين جري المقنع أساسا اللي قبحي نينك هوي نينك تلكي لقى الرب هاي ee waxay ku sameeyay haddii gubanimo ku dhamaatay inta badan suurada quruxsan iyo dabciga wanaagsan waa is wadaan marna way kala tagaa hadda u shaasi gali ma yeyna qoliyaha xanaaq doone waxaanu ugu baa xanaaq doona iska daayo waan aaysha radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu yiri arrahimu xigaaladu ama rahimki wada dhalashadu hilbaha dadka u dhaxeeya mu'allaqatun waxa laga laalaatay ku dhagantahay bil arsh arshir rahmaan عرش الرحمن بيكون دقنتهي تقول وحين أرنيسا وبيان للتعلق
أو للتعليق. ما وصلني روحي حرير شو وصله الله الله حرير أما جملة دعائية كدق أما خبرية كدق لبضوا وكديد ما هي إن دعائية هاي أيه نصوم الرأي. ما وصلني روحي حرير وصله الله الله حرير أما أحد كي حرير الله حرير ومن قطعني أحد كي جوينا قطعه الله الله جوي أما الله جويني جملة خبرية والله جويني يا الله جوي لبضوا معنا بضوا كفسر علماء وين اسمه الديدة يا انتم ادله امخراتك عيسى. اذن الهي بيقول له الرحمك ومعلقه بالعرش الرحمن الكاسي كلا الله ده دعوتي دي ايدد الله قبانيه دعائنا الله قبانيه اخرنا ايدكم كلا بحين رحم هر ودقاق ميزيد مركا الله اسك الهي رحمك ديا حريريه وانا تادبرت او تقان او ابتر كادي نصب كاد غرانيس او عروت الله برو او حق الري اذون المش ودن بيسل لغيو ريحيد كمش ودن بيسل لغيو ري ابن اي ري اذون لو ددك لبرو تعلموا من انصابكم قدر ما تصلوا ارحامكم هذا ميدان هذا اوغين بميلاد كسو جيدبا اي ميلاد كتيمت او اسك تاغنت انو ري غوبل هبل بان هي سيده غالدي غوبل هبل غوبليس موقت وا دقن غالو انو شغل كوم لهي لانه ميلها سا لغا سو ودا قاداي بدنكود وحير من مي مركه قبل كان بالله تيرني مركه ما قعدنا أبوه ما دافين كرا كي أوجس الشجع بددالي كي أوج يا ددالي أما هيود بيكو أبترسن هيا أبوه ما يقان نامبا أفدا صحيح ستة أبتر كوا إن لا إله إلا الله حفظ عرته اللي حفظتيه حيا لي حكم شرعي أكحران حكم شرعي أكحران آه إن قرابة اللي حيريه رحمك الله حريريه لا يسكور رقبه هذا النبي قال عليه الصلاة والسلام هاجر إنا يتهاي مصرية قبطية هل كسو جد سوورا لها الله حريريه وين تكور رقبته وإذا أكتها يوحول بالله سعود عروت اللفانسي وين إيمان دونتا قصدق أمنا هاجر وإيمان دونتا إذن قراب حريري إذا قبيل كذا إنا أدبرته إيا قبيلة دوالة بكلا باب يعني لسكو خاصين تربية الاتحاد كما بهنين إن بدنا وعيدين شيء تربية الاتحادية تربية فاسدة أي أهيد حق أنصابت أي معرفة أي رحم كي قرار مكلا إيه تربية دا وتربية وبدنا وحقربتي روح إنا تلاذورية يمقعا هبل هبل يا تهي ري هبل قويسكي أوض برطو ومن السنة كاكو قويسكا إيا كاكالينكو قويسكي نادوكا لأحطانا وقبيالك ومن الإجرام والمعاصي والله وكلا بار وحيد دم بما نوغرد تربية الاتحادية نو كلفتي هدات راورياتاي لما أقوله هشيقي وذات كي اتحاد وين مدي كتقرابا نهاي قبيلة بيكو أركايا قبيل كو الله شيقا وحي كدقين قبيلة دي عاسبت بي كدقين أفو لما بحنا وركا أسقا هبل هبل بالورنيا ما تروح كويس ابو ذر الغفاري عبد الله مسعود الهذلي محافظ حوض قبيل كولد بتاغنتي ضد رشيق يسار عمر الخطاب العدوي ابو بكر التيمي بطكو هيسار عرفت انا غفي عن البابها قولوا كو قرن هي دكانهودا دكان كيس حوغو بور حوي الفلان فلان الغامدي الدوسري الخضير باو قرن لكن هلك ما دافسنو روح البحر كل رقم يسي سو فهمان واون شيغيا اون نصب كيسين لو غادن بربا ادو لكن اس شيكتنا وا ديدين واحد انك قال لي تقبيالدنا الى هي ما ابورن ولك رجار سبن ادو كشكين وركيسي با صحه مالك وحضا يسان بوري رجار زمانك وحضا ين قبيال يا قبيلك دعوها فانها منتنه هبين كنا قربوها فإنها مصلحة أرنتي كاو ذات كاكولا لما هشيقي يا تاي فيه بكوليها صادق قبل خرعه ورنت أن بلسكوكا كيانا بوليه ضاينا أعضو كاو كوا منهي دم ببوكا قدق تربية الاتحادية اسكي إلهي تربية وتربية فاسدة حقيقة سو جديد الدين ما هيني وتربية دينية سيد بروي فهم أو شايدة
تربية دينية ما هاي وتربية كسوة حلال وكسوة قاتل يقول أغين بدار السبق يقول قشاي تي إني سيد بر سومالي محمد سومالي محمد ما جراح لي هذا وعايز كي أغي هذا محمد كي هدي محمد زياد برا سوى محمد الرسول الله هو إيش يا جدك أنا اللي يقول حلو قريولة أنت أنت ما عشان والله يسوع ده الله بعصا حبس كتيري مركب وح وح أسوس نسقي إلى ليه وتربية أنا وحبك كتيري كوري أنا نوع الروم بمع كوري يا يا هاي كواس أقولي هاي جاهم باري وحي جرعة له قا هذا شيء ما أقولي هاي مركب تربية ده سوى تربية ده هاي دوحان الله دع الله بيننا قبيلة مركب سوهم بدل سكوب بابي قبيلة وان الله دع الله بيننا لكن قبيل هاي لما دع الله بين قبيل كواسوا إنا وارهدين إنا وقرا إنا والله براني ولا دراسين ولبا وما ضا إنه رومر هاد كده لما رو معارض ضا إنه أنجلون نغن هي ريك كسومو صنع وضع قبيلة دوم اسك إلى لي عصبية ده نبي وحور عليه الصلاة والسلام نكون تلكيش على ذو قبيلة ماها عصبية ماها إنه واحترنا عصبية ماها إنه أهلين عصبية ما لكن وحق قبيلة عصبية ده إنه بعض الكتاع جيره إنه حق در كتاع جيره إنه حمان كتاع جيره أنت هون اسك إلى لي عدالة دك دالة ما كذا لكن تربية داسي إن سيد بري كدي من ودادو قاتنا أمن كان تاجن اسك إلى لي وأرد حذير رضوم تمسنا أو نروي تمسنا لقيت شو هو حب الله بيني والمكان ورئيسين رجال طايق ويسكي ريبل حد ينص حسن وقبي الذي استبع إسلام بحط يقوق بستوى دوي وحبيس يقوق تميت شو هو في عنده وحيت وحاط كل متعيل لكن قبي الله بكو باب بإسي ومعن زمي قبي لهم بدت كوي دير إسا أرسع بيقوق قاتنا وشرح بال قبي تقبل تام إيه وإن لو أجاد ضدك هو معرفة الأنصار وما ضيضوا نول بعضه يقولوا كوكرا مسيا عمل كيسي الدين تيزا هذا أنا نول بحيد كيس أجو هذا هو حكودي وهو الويوها نيو قرنها يا جماعة المسجد بوها ها جماعة المساجد كو أهانشري هو شاء الله ما بها ردت كوانا ضبرتان واسكور قبتان واسبوقتان بركة تربية إيجا إلى لي وعن أم الميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما قالت أنها أعتقد وحي حريسه يدين وليدة أدون أي أمة وليدة والجمع ولائد ولائد بالو جمعية سيدة مركة سبقة إيا وليد كلاو جمعية ولدان دمر كون وليدة ولائد بالو جمعية أدون أيضا إلى يد حريسي هو يدين أم ميمونة بنت الحارث الهلالية ولم تستأذن النبي النبي قام مائسا إذا ويديسون النبي الله أضنت أنواع لابن حرين يا اللص عصوبانها ما يسندهن فلما كان يومها كالكيدي مكلا جاري كان التي أطامد دي جرتين وي فلما كان يومها مركي كالكيدي لجاري الذي مال كاسو يدور عليها أكون نبي كسو وريج فيه في اليوم لأن نبي وهبين والبا هربوا أها سلالك حاس هبين كيدي هبين مكلا جاري كالكيدي قال له حيتي أشعرت النبي قال له مؤغات ما درينتي يا رسول الله أني أعتقدت إن الحرية وليدة أضنتي دي أضنتي أنا لها إيهب لا أهيد قبل مذوب أحيو قنبا أهيد إن الحرية نبي اللهم الله سعوتاه قال سبحانه النبي وحوري أو فعلتي ما يشي ما حريسي ما رعد هو شايدا قال نعم بي نبي الله وحوري قال سبحانه وحوري هداد إي شيء إيه إنت ذن حرين لهين أما وآذاتك حروف تحلقوا بلوهالك لغوف فرطوي أنه مليهن صماليك وما لها إنت بضن مركا وكير يا هي دقيد هور لكن اف سومالي هور اري استفتاح ولا هان جري ما اندو ايو اري لا هور مريو او هادلك لو فورتا جري جري يو خي لا هل مالا اما انك ادو هدي كل لو اعطيتها اما انك لو اعطيتها ذات سين له اعطيتها ذات سين له ادونتاس اخوالك ري ابتيغا ابتياش ذات سين له كان أعظم لأجرك هداد أدونت أدن حرين لهي وأيضو أدون أبتياشها إهلا هيد هيدين أدوك تؤارق هيدين راعدو مسكت هيدين تنطو هيدين عاوسو واللوبة هاي هاي أياك هاي أجر بنان لهي الحرين تاد حريس
إذا أوفي سم مسألة ذا نو أكاني ودقيق كتابك نو كتاب مبارك هو أكاني عتقي ووحيابها أخير بدن عماشة صالح ذا الضون الحرية وحيابها أخير بدن وي فك الرقبة فك العاني إن بدن بعض مقشين القرآن كان يقول مقشين سنة ذا كواركتين وفي الرقاب وحين سوم مريني آية الحقوق وما ملكت أيمانكم عمل كسيدة أخير بدنا والنبي يقول ومفضولة ولقى خير بدنا يهدو وحكا خير بدنا لها أبتياشا أود حريرسو رأى أبتيا هو يدى ذلك يكاد ألاتي أما إنك كل لو أعطيتها داد أدون تسين لها يد أخوالك أبتياشا كان أعظم بحين تأييسيس سيسمدا أتسيسو رأبتك أبا لأجرك أجرك أوينا لا تاساكو أجر بانلان لاي أجر بدن بعد هشوي وهاد أدوان بعد حريسي لله وحريسي لكن وحكا أجر بانلان لاي إنا رأبتك أشيسو حديثك موطا ومالي وحين قصوا مري لو أعطيتها أختك إنو النبي قول عليه الصلاة أداد ولا شاسين لاي ولا شاسين لاي رواية مسلم مسلم عي بخارنا وحان رواية الأصيل كأهين وحا كنت مدبا أخواتكي أخواتكي هذا ولاها سين لاي حديث كحديث لمدة وأيده وريسو الضون كلي حريسي مركز النبي وحكوير وحاد سين لاي ولا شاهب له سيقف الله تو رعاية الغنم أريد أرعى لها إذا إذن لأرن ما هي هذا إن أض رحمك وحسيس ونفك سيس إيو يأين نف روح رئيسه لا يسبر برديق معي لكن وام حي والتفضيل بحسب الحال ضغيدا ابتياش هذا أما قبلها والله هذا إني مرك أذي قبنا ين حالة أي هي ستي أي الله جيا والنبي قصي ذا أي ذا وأقيم يي ووقعت عين ويا لعمي معي لما عمي معي إذن حلي وحوي روح الدين ت دينت إنا تيسو أسوق الدين دون أي آتيسو إنا ضيق تيسو مري دين تخاف تبان تاجرت كلب به هذا روح هايسا يكون حرنتا دين لجسيو ضيق كاقيم بدن باجرت طبعا كون النفط كاقا بحيس نينك كود ديمية هي بقول كون هذا درك سلوجودي في مسكمت با مسكمت با وكل دوين علمي إمام كواد أوكي نصدق ومسألة مهم جدا نه رأبتجا إيا الرحمك حيرنتي سمرك قارك ذبحك فضبناي هاي الضوم الدر إلها الله حري وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال وحيت لأسماء ذات النطاقين كودا تقنع عن كاي قال وحيت لأسماء قدمت علي أمي هو يدي بإيسو قشي هو يدي قيل لأورنتنا والله شيقا قتيلنا والله إلى هذا قتيل أما قيل بنت عبد العزة أيها هو يدل أورنجري هؤني وجر سيدنا أبو بكر في الجاهلية أو أورد شيء أسماء عبد الله بأيهاي لبذا سأورد شو لي كبر بأورد شيء وهذا لبذا روح عرض عرض أوينا وأسماء بنت أبو بكر الصديق وعائشة دور تفسنا كويني أسماء بأوين يا عبد الله رجع أبو بكر أن أقوينا ودخلك بدر يسكوري مادن أبو بكر يه عبد الله إنك يسكوري مادن أسماء بو أسمه شقيق ليه أسمه هوي كوي عائشية أسماء واسكو أبوه وأكله هوي وأختي بين الطاي إذن أسلم تكبر الصديق هوي ذي باتيم قدما علي أمي هوي ذي بإيسو قشي وإيتي من مكة كتمت مدينة إن إيمان إيسا دغدا قتيلة أما قيلة مثل عبد العزة وهي مشركة يضو وقالة أون إسلام قرما إيمان إيسا في عهد رسول أي في معاهدة الرسول لقريش حلق أي عهد كان ما حلق نحن لو متشير وحلو جدا عهد جاءها صلح الحديبية صلح الحديبية هشيزكي حب تزوجين تاني النبي جاي وده حي قال هذا قريشات أيال لو جدا في عهد الرسول الله نبضي يوانتي نبضي هذا وده حي صوبناها أي قريش فاستفتيت رسول الله قصده ربيلا هيده قبلنا ما مدن قتيلة أما قتي اسمه يديدا ما كي كسر بحضي حلي جاء نبضوا أجرتين لس لسدح جوش لسدح مري ويسود ديقو دباد بيسوق قدم الديق يسوق قدي هلبنا ويكن تي الزبيب بيسوق قدي الصبك بيسوق قدي وحي وقبلنا إذا كل بعدين الله يا أما ودي قدام بيسوق رتي
in la wanaajiyo oo haddee muslimiinta warkooda way haysaa ee aydna riti loo soo buxshana way rajaynaysaa. Markay madiina timid bay soo tilmaansato guri gabadheedii baa loo soo tilmaamay. Marka Zubayr baa qabaha la socotaan Asma, Zubayr bay u carur dhashay, Cabdullaahi bayna ku curatay. Abdullah ibn Zubayr sideed bay u dhashay Zubayr, Cabdullaahi iyo Curwe iyo Mundir iyo Faat, dad badan bay u dhashay. Marka guriga markay ku soo hagaagtay iyadoo ritigeedii wadata, Asma waxay tidhi inay guriga gelisana way diiday, hadiyadii inay ka qaaday diiqadina iyo dhibaadina way diiday, iyo diiqadii ka qaado. Gabadhaadii halkaas soo isid, maxaad samay? Waxay tidhi ilaa aan nabiga intaan weydiiyo warkaad u caddaado gurigiina soo geli maysa mushrikaad yahay, waxaad wadatana kaa qaadi mahay. Walaashid Caaisha, ilaahashid Caaisha, nabiga hawshaa ii weydii. Nabigu u furo wuxuu yidhi, sida maamada albaabka ka fur, soo dhowee hadiyad kale wareeg wanaaji. Asma maxay ka baqaysaa? Hooyadeed inay xiiso i wanaajiso i soo dhoweysay ka baqday inay noqoto muwadatu lkufaar wa muwaalaatihim, min muwadatu lkufaar wa muwaalaatihim bay ka baqday. Gaalo la jeclaaday ama la xidhiidhiyey ama loo hiiliyey ama la garabsaday inay noqotay ka baqday. Ilaa marka nabiga weydiisto caddaysatay maysan u dhaqaaqin hawsha iyada. Waa inaga soo maray, culimmadu waxay ku ijmaaceen ruuxa muslimka ah ma bannaana fal iyo tilaabo iyo taaka inuu qaado uusan ogeyn xukumkeeda sharciga ah. Hawshu iska dhaqaaq maaha, nin tuuxsi maaha. Albaabka masjidka ma bixi kartid adoon ogeyn inaad ka baxdo, in kale inay bannaan tahay. Daaqada ma furi kartid adoon ogaanin hee xukumkeeda. Intay markay xoogu shilmi heleen fanna yidhaahdeen oo suuqa galaan oo ribo iyo balaayo iyo bakhti iyo qishi qasaan bay dhugul, sheekhu balawshaasi xukumkeeda noo cadee. Oo markaad boodaysa maxaad igu sheegi weydi? Yacni waa dembi kale wey. Khaladka aad gashay iyo xaaraantaad ku dhacay waxaa ka daran tilaabadii hore khalad ahayd oo kabiira meel kabaa'ira biitifaaq culamaa. Iska ilaaliya shay walba waa inuu xukumkiisu ku cad yahay. Ruuxa muslimka ah hamagsada ma aha, waa inuu wixiisu bannaanka yaal. Asmaha wuxuu markaa haysata, fastaftaytu rasuulallah, rasuulka ilaahay baan su'aal weydiistay. Al-istiftaa waa talabu bayaan al-xukmi sharci, xukumka sharciga in lagu cadeeyo codsata istiftaaga la yidhaahda. Fastaftaytu rasuulallah, rasuulka ilaahay baan su'aal weydiistay inuu xukumka i cadeeyo. Qultu waxaan idhi, nabi allow qadima calaya ummi, hooyada baa ii timid oo soo booqatay. Wahiya raaqibatun, iyadoo wax jirinaysa. Raaqibatun, waxbay doonaysaa in la caawiyo, loo xisaanfalo, wax la taro. Raaqibatun fil ixsaan, riwaayada Abu Dawud baa ka cadayd. Raaqibatun, raaqibatan fi caadi qurayshin, waya raaqimatun mushrika. Nabi allow hooyadu waxay tahay laba cudurba isku darsatay, in wax la taraan la way rabtaa, islaamkana way necabtaa. Dambay jirinaysaa oo in wax la taray rabtaa, islaamkana waa necabta, waa raaqima. Raaqibatun, raaqima, raaqibatun fil ixsaani, raaqimatun ay mubghidatun lilislaam. Islaamkana waa necabta, waa mushrikad, in wax la tarana waa rabtaa. Waya raaqimatun, waa maxay? Fii birri wa ixsaani, inaan u ixsaan falo oon wax tarana way rajaynaysaa, way jeceshahay. Afa aslu ummi, naba lahoyada ma xirishaa? Qaala subana, wuxuu yihi nacam, sili ummaki, hooyadaa xidhiidhi. Wasaaxibuma fi dunyaa macruufan, wey waalidku ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo, xidhiidhi iyo wuxuu kugu leeyay waxtar buu kugu leeyahay. Laakiin diinida kama dhexaysa markuu gaal yahay, waa laba kala baab. Hilibkan waxaa weeye mabda waa ka horreeyay hilibka idin dhexeeda iyo aabbaha ama adiga waalka, hadduuba gaal yahay biri ma goyso, diintuna ma goyso hilibka asaga ah, bal way wanaajisaa, way xidhiidhisaa. Laakiin diintu waxay kaala hadli hilibka uusan ku jiidanin oo kugu ridanin godka baas ee gaalnimada ah. Wasaaxibuma fi dunyaa macruufa weeyaan. Muttafaqun calayh. Idan xataa rixinkii gaalka ee islaamka necbaa ayuu nabigu wuxuu leeyahay, maadaama waalid yahay allo xisaanfalo, xidhiidhi, waxtar, waxsii, riti dhan bay u rartay. Marka riti dhan Abubakr xataa waxsii. Abubakr hadda wuxuu ahaa min muxuu ahaa askhiyaa ilcarab wa jawaadihim buu ka tirsanaa. Jawaad buu ahaa sakhi ah, wuu wanaajiyey iyadoo qabl islaam ay kala tageenba.
وقوله أبو يريس أي وقولها أي تري معه أسماء راغبة أي طامعة وحي قود الرين إذا فيما عندي وحنا وقع عنده كايو تسألون الشيخ حبيب ودي نبي الله هدي وحي رب تامنا وحتره تمر بالس قرش موقت ميشن قاش يقول لما ذن مكاء مرك جناعسون بيكون ولا عين بير ملا وح لكن مدينة مقالة برواقع هيد مرك أبرا دعان مويون دول بيرات بيه قل قلها يام بركيزن أمن كم ميش عرب أو حجاز أو قيم بدن وأو قبو أو قيم بدن ما كلقت منطقة الإحساء لقت تبو وحلبنا والله كنا قيل وحال إما كانت أمها قيل وحال عفوا لو توي دماتي قيل وحال كانت وحي هيدي قيلة أم قتيل وحي أمها من النسب هو يد الشيء بي أهيد وقيل وحال من الرضاعة ما يسن دلن ما يسن فولانين واتينو جسي بي أهيدنا والله شيء والصحيح الأول سيدا صحيحنا ورأيه هرئة قيل كورئة هو يد تميد إليه نبع له هو يد بي تميد وهو يد الشيء فولاتيوي وانا صح قيل كورنا ورضع وخطأ رواية ابن سعد في الطبقات يا أبو طاوض الطيالسي في مسنده يا حاكم من حديث عبد الله بن الزبير وأيد هدي أي عديبة وهو يد الشيوي وحي لشان أسماء أقوين يدك عرى الطيبة ما مضى قيل أو بكرنا عرد كيسي بي أهيد أسماء بعض أهل العلم عبد الله بأكوين أبي الأهان دمبلها إذن والصحيح الأول الصحوي وهو المرء الذي ورد وكصحد كصور في طبقات ابن سعد ومسد الطيالسي ومسدرك حاكم بسند جيد من حديث عبد الله بن الزبير مركا وهو يدد من النصب ما أتي تينو جسي ما تعليق غيرك مهم جدا كأه وفي رصد هذا كما إبنين شروح مسلم ورن كتب تشر مسلم شرحه ورن نووي قرطبي قاضي عياض مازري إزعرورية رجع رأنا أنت يرت ترجيح قيمها بدن كم ترتو مرك رياض قولي سؤال سأل ما وعن زينب الثقفية معاتي ليش حسن عنك دون مرتدي ها الصومالي واد برات مهم جدا وي رحمك هذو مرتدي هاي إيه هذو كافر حرب أي هاي لحرير ماي الكلب العقور وتارك الصلاة والكافر الحربي والمرتد لقاك بحماي بيه أن في بحها يعني أي يبصد الله سينايا ضميرها الله سينايا وحد اللوحي ليو قيله أما قتيل وحيهد كافرة مشركة لكن معاهدة صدرت الآيات ممتحنة إن أيد كسود كتاب اللوب بدن يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إذن كافر لحيرنا يو كافر موادعة إن كده حيسو أنت قال إن كده حيني النبض إن كده حيسو مرهد حربي يعني أما مرتدي هاي أحب الله سين ما هي أو شو اسكو هذا يا حتى دوالدي سؤالها جوتي وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود زينب الثقفية امرأة عبد الله زينب تريب بني ثقيف آهي ريب ثقيف نضايف بيدك جنود قرنيس امرأة عبد الله بن مسعود آهي رضي الله تعالى رائطة اللي جدا ما يزينب ولا جدا انتبه ولا شيء زينب لكن صح ما كان أمر لقب إسكاءها أما نانيس واحد شيء كتبه رضي الله تعالى عنه وعنها أيضا إيه وذلك الله كرى النغذي ولا بس حابيه قال وحيتري قال رسول الله رسول الله يبقى ضمر كمان وانيي وحونا يتصدق يا معشر النساء كلا كضمر كو وحلبح ولو من حلي كنا دقديقنا بالله كدقو بالله الحرطان بالله كدقو فراتينا الله كدغو ولو من حليكم حليده دو واحد اسكو قرخيه بلا دال يدا اما فراتي اما دغدغا اما سلسلتي وحلقاتها ذهبي فدك دونها نقول قال وحجر زينب فرجعت الى عبد الله المسعود بان قص لابطي ما ان خميس اي نبي وانيه دمرك او لا هلي مركاسي غبدن
وانغ سو مرو غبل waxay aad khair badan oo ganacsata oo intay wax falkiso oo gacantay ka barakeysnayd darmi iyo gogol intay sameeyso dhar sameeyso mariyo tosho bay suuqa ganjirto iibsan jirtay lacag ka soo baxday marka dhaqaale ka sameeyso xulaa beed oo ga dhintay dhaxashana waa jireen guriga ku soo farajacatu ila abdullah mas'ud baan ku soo laabtay faqultu waxaan ku uri innaka adugu rajulun ba taaynin khafifu ذات اليد قعنتي سؤال فضو الضهي أفقبات بالإيرا يعني قليل المال وهذا انت يرتاي هير الدنيات باطي هير الطبريت باطي حميني عينا كما إيه إرأي قيس هو وضي هردق وقرد قيس قوكل ديك بيكاد قيس وإن رسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وحونا فربي الصدقة وحلا بعيد فأتي النبي أطق فاسألوا ويدي فإن كان ذلك يج ويدين أن واحد سينكره أنا وأن واحد كنا صدقه سنكره فإن كان ذلك يجزي هدو يجزي عني هدو يغفلن ياهي يجزي يجزي والله سكوها ياهي لما له هدي صدقه يغفلن ياهي وحا إذكو إذن سي صدقه إن نقوني بخاري سوء حبابا يستطلق مداني الزكاة واجب كي طيب حبابا بخاري صحيح سوى إنك سوى لغو نقدي وإلا هذا يقول سواء إذن سينوي فإن كان ذلك يجزي عني أي عن الصدقة أو عن الزكاة هذا الصدقة كب حيسه وأن أجرك لا يبلغ هذه هي أم الزكاة كب حيسه سواء إذن سينوي وإلا هذا كب حين صرفتها وحان صدقة وإلها يقول لي حين إلى غيركم أحد إذن كائن المسلمين تكلا فقال عبد الله وحول أنه النبي قلت لك ما هي بل ائتيه أنت ائتيه أنت أذو أتك نبيك إذن وهذا من الحكمة وي. صاحبة المسألة والقضية وزينب أيدها هو فهيستا هذا هذا عبد الله انتو تغسو ويدين لهانا روا سيدو الدون يؤمشو الدون اشو الله قلت افتي يسخير نقن لايد ما قروح سنو إن أيدو سو جاهل بحضو وحكم سو قاتو والنبي أيدو الله سو قلن تا كواناك سنين إن عبد الله جاوبتو أسو قادو حق النقل الرواية وحن نوفع عن عبد الله لأنه هو من فقهاء الصحابة وأتقيائهم ومن أتقي الناس في الحفظ والرواية أسأل وكف عنا فرب سامع أوعى من إيه فرب مبلغ عفوا فرب مبلغ أوعى من سامع بالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله يبقى كف عنا النقل إنه نص قاضي لكن ما كواقع على قيمة يلا سيد سؤاشة هو يمكن مركز قدران ويداد عيسو ويديو كرهان إن حتى هو قضان بلغي يابا شيخ سيف عرض مؤوي دي سمحاتي بل يقول علي ساتري هو اللي قبرنا بعد سموي عبد الله وحوي مرك يقد هاو شازي اضو النبي قوتك بل ايتي انت فانطلقت وعيت زيني وحيت وان رقاقي قول النبي كان اذي فاذا امراه من الانصار هوين ايه انصار باب بباب رسول الله رسولك الله الباب كسيتا جنب حاجتي دنتيدو عفوا حاجتي دنتيدو حاجته ودنتيدو كلي اسكو سؤال بان ودنا سؤال شان وتوكلي وطايدونا وكان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة نبي هيبت با إله صاري ولقى حشون جرو ولقى هيبت سنجري يدو سيدا تاي أحد فرفران وأحد والباء ولقب سنكر وفهم كرو أها قرآن كاشيغي صحابة با كشيكي لكن روحا أقول أما أنت أنبضان الله كل من مركو أركوا قرير جري وقال هواني أنت النبي أركت أي قرير تي وقنقة باتي وزدج حولا حانو حانا ابن آدم هو يدي أي قديد كعنو جرتي مرمور كعنو جرتي وحبار دم جري ترتيب تيب يكون شيء جيسا وحي أيقو توس نبي أقول تيجي وين أي سؤال شو أسي ديبتين بيخرطائنا أي كو أي كعنو دارته وكان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقي من لصاري عليه الدشيز المهابة هيبة يا شرف تلي بحبو لها صوبانو عليه الصلاة والسلام فخرج علينا رسول بلال بن نوصو بحي بلال بن نوصو يمكن الباب كي إن أنتقنا إلى الأوقات فقلنا لو حنو كنا لي ائتي رسول الله رسول كلاهي أتك فأخبره أشيك أن امرأتين بالباب لبها ويني إني الباب كتاقيهين تسألانك ويديني أتجزئ الصدقة صدقة مكبو ديساء أجر كذي مهلها يعني عنهم حقود على أزواجهم ما رقوا ذي أي قصد قيسين وعلى أيتام يا أقوم أي قصد قيستان في حجورهما حلقوا ذي ضبطوا ذي كتر أيقوا أي مامولان ولرنول وكدريئة وحيدا ولا تخبر النبي هاو الشيخ بلالو من نحن عدنا لها الشيخ لو وقف دوض مسلمات ايا سؤال انا ولو كويت ده هن الشيخ انا كشفن فدخل بلال على رسول الله رسول كلاي بلال اوغلى
فسأله سؤال شبه النبي ويديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما وكادي سؤال شيء لبدا قبل ذيين بلال وحبها هيست بلال وحبها هيست قال بيل وحوري امرأة من الأنصار هويني أنصار مقعد ما يغانا يدو قبل داس امرأة من الأنصار هويني أنصار إيه وزينب زينب وي بيل هذا النبي محمد بويديه فقيم فقايا الأمة بلال زاد ما يسمعها ما أدن بسمعها إذا ما أدن كحد ما يسانين اسكبر كولا فقال رسول الله رسولك لو حرين تاكم هارين صوبان وحور أي زيان سينبته هذه سينبته في ربضيه هيني وسينبته بلالو أي زيان بهي وسينبته قال وحور بلال امرأة عبد الله نبي الله وحاسك عبد الله بن مسعود وي سينب هي قبر أنصاريت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجان لا أجر بين صدق من جاب حيس عروت أقنتن هين يرجع يجا فقراء ما إسكبت لي وأنا وبدبل بق والله بس تقولوا لهما أجان لا أجر بق قبلها هذا أجر القرابة حيرين تي قرابة حيريين إيو وأجر الصدقة هي أجر الصدقة ذا وإذا قصوا مري قرابة والله حيريو وحوي ولا أجر سلة وصدقة وقال لك ان هذا هو متفق عليه اذن قرابه حين تاذي اي نبي هذا هو جنيا رحمك هذا هو جنيا اجل قرابه يا اجل صدقه يا هشام بوري بلا لا سوء هذا ملورنا يا مركه وحسن خلف الوعد وافشاء السر بلنكي او قاضي يا سرت بوفا في ملورن كرا لو حال لي سؤال النبي قلنا سويت وفلي هان الشيخ بيجاذين بلا الميوب بلا قائم موسى الشيخين موسى الشيخ وفر صلاة يقول بقى عطري سو شب سكيجي هذا من الفقه وحيا بقى عطت مرة ولا جاي لي كرا مرة ولا جاي دي كرا بلا الواي هي موسى دي وان كده جيستي حتى هضو أقبلي ويد واي هيدي الشيخ ما هي سرنا موسى فافنين بلنا موسى كبح محايا تعارض المصلحتين بايمت نبي انو اجيبه وجوا واجب فرض عينه ما لح لي حنكره ايغا سيرتو انو الى ليونا وا واجب بيكو هايد ويستعارض لما جمع كان محل زمي وان لك الرجحه نبي محمد حق سن حق بنادم لما كوين سيدنا بحق ربتي يا قبل انصاريد يا بلال وحو دنب وحا كوين حق الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فقدم حق الرسول على حق المرأتين وهذا من فقه الصحابة وفقيه اصنعوه بلال ما فود ما قالين قرتي درسوا انت نوجه والله سبحانه وتعالى عليه.